إذا السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في قناتكم أوريز نيوز مرة أخرى. إذا كما شفتوا الإعلام الجزائري، المدرب البلجيكي اللي كان طردوه في 2004 ها هو رجع للجزائر بواحد الفكر آخر اللي خداه من الجار اللدود العدو اللي تيقولوا، جاب نشيخة خدا راحته في المغرب، لأن الجزائر أون فوا كتخسر مع شي فريق ولا كتكون واحد الفاشل في التاريخ من وطن المباراه كيجريو عليك، خصوصا الا كنت شديت المنتخب الوطني سواء في الفئه السنيه 17 19 23 ولا المنتخب الكبار، خسر غير مقابله ولا دير غير شي جوج مقابلات ماشي هما هذوك، يقدر يجريو عليك من البلاد كامل ويقول لك سير دبر راسك وي البلاد كيما وقع دابا الحالي ولا بالماضي، رغم انه دا معاهم كاس افريقيا والمنتخب ديالهم ما بيجش. هناك بعض الاشياء اللي كانت كاس افريقيا ما تجاوش دور المجموعات، ولكن دابا ولات عنده الانتقادات خصوصا من حافظ القطراجي اللي كان كيتهجم على الماضي اللي قال لهم راه ماشي مقدس يمشي للمنتخب، عبد الله ما يشد المهم يقدر كيضرب على شي واحد اخر باش يديروا بلاصتو، لان الدراجي كيدخل بزاف في الامور الرياضيه للجزائر. اذا اليوم بلا ما نطول عليكم كان ديال الفيديو اليوم، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.